قربت الجحيم لمن يراها، فيا لله من خوف العباد. وقد زفرت جهنم فاستكانوا سقوطا كالفراش وكالجراد. وقد بلغت حناجرهم قلوب، وقد شخصوا بأبصار حداد. نودوا للصراط ألا هلموا، فهذا ويحكم يوم المعاد. لا شك أن النجاة من النار مطلب كل مؤمن ومؤمنة، بل إنه الفوز العظيم. ولكن الأعلى من ذلك أن عبادا من عباد الله عز وجل ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافهم يحرمون على النار، أي إنهم لا يدخلونها أبدا. 1- حسن الخلق ولين الجانب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. قال القاري: أي تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب. لقد حث الإسلام على الأخلاق الحسنة في معاملة الناس، فرغب في حسن معاشرتهم واللين معهم. 2- قول لا إله إلا الله بإخلاص ويقين. فإن أعظم الأعمال التي تحرم الناس على النار هو تحقيق التوحيد والإخلاص لرب العالمين سبحانه، والموت على ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. 3- الصلوات الخمس على مواقيتها. إن الله عز وجل فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى. يكون العبد على صلة بربه عز وجل في هذه الصلوات مدة الأوقات كلها. عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار، ولا سيما مواضع السجود من جسد ابن آدم، كما في الصحيحين: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. 4- صلاة الفجر والعصر في أول وقتهما. في صحيح مسلم عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. لن يلج النار، أي نار جهنم، لن يلج النار أحد من أهل القبلة صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وخص الصلاتين لأن وقت الصبح وقت لذة النوم، فالقيام أشق على النفس منه في غيره، والعصر وقت قوة الاشتغال بالتجارة، فما يتلهى عن ذلك إلا من كمل دينه. ولأن الوقتين مشهودان تشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار، وترفع فيهما الأعمال، فإذا حافظ المسلم عليهما مع ما فيهما من التثاقل والتشاغل، فمحافظته على غيرهما أشد. وما عسى أن يقع منه تفريط، فبالحري أن يقع مكفرا فلن يلج النار. 5- المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأحسن ختامنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.